اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا، ونعود لنستكمل الاخبار وموضوعات صحافتنا ليوم الاربعاء 16 اكتوبر سنة 2013. الموضوع رح حلقتنا النهارده قانون 19، طبعا في حالة من الجدل التي يعني دارت في خلال الساعات اللي فاتت بشأن قانون تظاهر. في حقيقة مجلس الوزراء كان انتهى من هذا القانون وأرسله إلى مجلس الدولة يعني لمراجعته من الناحية القانونية بتاعته، أرسل نسخة أخرى إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يعني كنوع من العلم بالشيء. يعني طبعا ما أن أعلن عن هذا القانون وأعلن عن بنوده إلا وأثيرت حالة من الجدل الصاخب، ربما حتى الجدل ده بدأ حتى داخل مجلس الوزراء. الحقيقة أنا عايز يعني نعرض بس الموضوع الأول عندنا أول رأي فيه. المصر اليوم في الصفحة الأولى بتقول مشادات كلامية بمجلس الوزراء بسبب إقرار قانون التظاهر. الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء قاد فريق المعترضين، ووزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم يرد بيقول له إحنا بنحارب وإنتوا مش عايزين تساعدونا. في الحقيقة طبعا كان في جدل شديد، في النهاية حسم لصالح إقرار أو مش إقرار، هو لسه لم يقرر يعني لصالح أن يوضع هذا القانون. الدكتور زياد بهاء الدين انا الحقيقه مش عارف هو زياد بيقدر يشتغل ايه بالظبط، يعني ده راجل بتاع اقتصاد، انت مالك من التظاهر ومالك من السياسه؟ ما تسيب الكلام ده شغل السياسه. يعني هو النهارده بقى كل من هب ودب خبير سياسي، وكل من هب ودب ناشط سياسي، وناشط مش عارف بيتكلم في ايه وبس. انا مش عارف يعني، انا الحقيقه مش يعني زياد بهاء الدين بيحذر الحكومه من تمرير القانون وبيقول انه نقطه تحول خطيره في المرحله الانتقاليه، ان هذا القانون نقطه تحول خطيره في المرحله الانتقاليه. هو انت عندك امل ان دي مرحله هتطول؟ يعني دي مش مرحلة بنقول ده حاجة كده عاملة زي العلاج. وبيقول مضيفا على الجميع تذكر هذا اليوم لأنه يوما ما ستتغير بسببه النظرة إلى الحكومة والمرحلة الانتقالية ككل. ده كلام الأخ زياد بهاء الدين، طبعا وزير الداخلية انفعل قال له انت احنا قاعدين بنحارب وانتوا قاعدين تفرجوا علينا مش عايزين تساعدونا. يعني المهم في النهاية حسم الأمر بأغلبية كبيرة لصالح إقرار أو لصالح يعني تمرير قانون التظاهر. في الحقيقة الوفد يمكن بتكلم عن رد فعل كثير من القوى السياسية اللي هي بترفض هذا القانون، وبتقول القوى الثورية ترفض قانون تنظيم التظاهر. يعني طبعا هم بيرفضوا، وكل واحد بقى بيغني على ليلى، يعني اللي بيرفض علشان مش عارف يحافظ على مسيرات الإخوان، واللي بيرفض عشان حاجات تانية. في الحقيقة يبدو أن كل له مصلحته التي يدافع عنها، رغم أن الهدف يعني واحد، لكن الأهداف يعني رغم أن القضية واحدة لكن الأهداف مختلفة. طيب معانا الدكتور نجيب جبرائيل. ألو. أيوة أستاذ سامح، أهلا بيك يا دكتور نجيب. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ أهلا بيك، مساء الخير يا دكتور. الله يخليك دكتور طبعا. نجيب، قانون التظاهر عامل حالة من الجدل والقلق الجامد ما بين القوى السياسية، أحب أعرف رؤية حضرتك. والله قبل أن أبدأ في قانون التظاهر، يعني للأسف الشديد اليوم حلت كارثة بأحلام وطموحات الشعب المصري منذ قليل، حينما انهزم المنتخب المصري 6-1 في كوماسي في غانا، وضيع أحلام وأمال المصريين، وحول الحلم الجميل الذي كان يحلم به الشعب المصري الوصول إلى مونديال البرازيل 2014 إلى كارثة وإلى كابوس. وأعتقد أن طلبت دلوقتي تصريحات صحفية أن يحال اتحاد الكرة إلى النيابة العامة لمحاسبته على الأموال المالية التي انفقت على المنتخب، ويحل هذا الاتحاد ويصرح اللاعبين. فدي كارثة كنت أريد يعني برضو أن أنا أطرحها على الهواء، يا شفقة بالشعب العظيم، شعب مصر العظيم الذي يعني انهارت طموحاته ليلة حينما هزم منتخبنا 6-1 في كوماسي في غانا. فيما يتعلق بقانون، طيب دكتور نجيب بس قبل ما نتكلم عن التظاهر يا دكتور نجيب بعد إذنك، يعني فيما يتعلق بقانون التظاهر الحقيقة اللي أنا يعني أنت سألت عليه منذ قليل، الحقيقة أنا بأرى أن قانون التظاهر يعني هناك جدل حول هذا القانون من حيث يعني توقيت صدور مثل هذا القانون. أنا بعتقد أن هذا القانون قانون من القوانين الأساسية والجوهرية تمس الحرية العامة، فكنا ننتظر يعني قرابة شهرين أو ثلاثة سوف يكون لدينا برلمان ومجلس تشريعي، ويعرض هذا القانون ويناقش هذا القانون في ظل برلمان، ويخرج من البرلمان التشريعي أو المجلس التشريعي، ولا يخرج بقرار بقانون رئيس الجمهورية. لكن على أي الأحوال، وخاصة نحن لدينا ما يسمى حالة طوارئ أو قانون طوارئ، يمكن منع المظاهرات يعني سواء سلمية أو غير سلمية. لكن ومع ذلك قانون التظاهر، وإن كان هناك نية لإصداره، لكن لنا مأخذ بعض المأخذ عليه. المأخذ الأساسي والجوهري هو يعني دور الجهات الأمنية وتقييدها لحق التظاهر، لأن هناك مادة في القانون أعطت للجهة الإدارة اللي هي الجهة الأمنية
الا توافق على الـ على الـ على التظاهر، وايضا اعطت ان تعترض، واعطت ايضا ان ترجئ الحق في التظاهر. كل هذه امور، وايضا رفضت موضوع الاعتصام في هذا الشان، وايضا يعني سمحت بمساحات قليله جدا بعيده جدا عن الاماكن التي ومنعت اماكن بعينها من الحق في التظاهر. يعني افترضنا انها تظاهر ضد وزاره الداخليه، ممنوع تظاهر ضد وزاره الداخليه، اتظاهر ضد منشاه مهمه، يعني انا منعت من هذا. اذا ما الذي تبقى لي ان اتظاهر، ولماذا تقيد حريتي في هذا التظاهر؟ اذا يعني هناك قيود شديده في هذا الموضوع، دي مأخذنا على قانون التظاهر. طب يا دكتور نجيب بعد اذنك، هو دلوقتي يعني اعتقد ان حضرتك تتفق معي على ان الحكومه لو كانت اعتمدت على قانون الطوارئ وحالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون رقم 162-58، أعتقد أن هذا كان يمنح الجهاز الإداري للدولة صلاحيات أخطر لوقف التظاهر. فربما أرادت الحكومة أن هي ما تديش انطباع أن هي بتستخدم حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ بالشكل المطلوب، وحابة تقارن ده في قانون، ربما يكون ده أخف وطأة من بديل آخر، أن الدولة لو كانت استخدمت حالة الطوارئ في وقف في التصدي للمظاهرات مثلا. يعني في هذا الشأن، يعني ماذا فعلت أو ما هو تفعيل قانون الطوارئ؟ ما زالت الحكومة حتى الآن لم تفعل قانون الطوارئ، ما زالت المظاهرات كل يوم جمعة نراها، حتى مش مظاهرات سلمية، مظاهرات عنفوية وتتسم بالعنف ولا سلمية. ما زلنا أيضا يعني لم يعتقل أحد في ظل قانون الطوارئ، وإنما قيادة الإخوان كلها محبوسة حبس احتياطي بقرارات لا أنا أقصد أقول يا دكتور يعني أنا أقصد أقول لو كانت الحكومة ما حاولتش تطلع القانون ده واعتمدت على قانون الطوارئ، مش ده هيكون اخطر؟ هيكون اصعب من قانون الطوارئ؟ ربما لان الاخوان بيسوقوا بره، يعني احنا ما اعتقلناش حد، والاخوان بيسوقوا ان احنا تم اعتقال يعني العديد من القيادات قانون الطوارئ، وهذا خطا. فما بالك طيب اذا الحكومه حابه تتلافى هذا الخطا، تحاولت ان هي تتفادى هذا عشان ما حدش يزيد عليها. انا مع هذا النهج ومع هذه النظريه الصائبه في ان تتفادى يعني تسويق الاخوان قانون الطوارئ، والقول بان قانون الطوارئ والاستعاضه بقانون التظاهر، لان قانون تنظيم التظاهر حتمي سوف ياتي عاجلا ام اجلا. فيعني خير لنا يعني ان يفعل هذا القانون الان، لان عندنا مناسبات يعني تذكر يعني حادث محمد محمود ويناير اللي جاي على مقربه شهرين او ثلاثه، كل هذه الامور يمكن ان نستغلها الاخوان. بالظبط كده. طب ما هو يا دكتور نجيب برضه اسمح لي، يعني ما في كل دول العالم، يعني اما حضرتك وانت استاذ قانون واكثر واعلم طبعا درايه مني بهذا الموضوع، في كل دول العالم حتى في الاتحاد الاوروبي مثلا، يعني في قوانين مماثله بتجاز المظاهرات. في بريطانيا ما حدش يقدر يظهر الا في اماكن محدده اسمها الهايد بارك، في حاجه اسمها الهايد بارك، ده المكان يعني عمرنا ما شفت دوله في العالم الناس بتظهر تقفل طرق وتقطع شوارع وتقطع سكه حديد وتقطع مترو وحاجات زي اللي احنا بنشوفها في مصر، عمرنا ما شفت مظاهرات تطلع بالسلاح. انا مع امريكا وهي اكبر دوله ديمقراطيه في العالم، واعتقل 8 من الكونجرس، اعتقل 8 من اعضاء الكونجرس لما تظاهروا ضد الميزانيه والكلام ده. تمام. فيعني انا اعتقد ان قانون التظاهر ده قانون مهم جدا وقانون اساسي في الدوله، ولابد ان يصدر، وتاخر ايضا امر صدوره، واستغل عدم وجود قانون من الاخوان ومن الجماعات. تمام. الارهابيه. الحقيقه نحن في حاجه ماسه الى مثل هذا القانون. يعني يا دكتور من ضمن النقاط المهمه اللي انا احب برضو اخد راي حضرتك فيها، البند الثالث في القانون اللي هو بيقول يحظر المبيت في اماكن التظاهر او تجاوز المواعيد المقرره. واحد بيتظاهر بيعبر عن رايه بينام في الشارع ليه؟ يعني انا مصاب، يعني هو ده الاعتصام السلمي؟ يعني الناس نايمه في خيام في الشوارع وريحه منفره وحاجه، يعني استاذ سامح هقول ما فيش في اي دستور في العالم حاجه اسمها اعتصام. وخد سعادتك هناك فرق بين التظاهر والاعتصام، وخد سعادتك او الوقفات الاحتجاجيه او الاعتصام. لكن ما فيش حاجه في الدنيا الاعتصام معناها انه شكل من اشكال العنف، معناها اعتراض على البقاء في مكان معين، ممكن ان يعرض المعتصمين للخطر، ممكن ان يعرض الدوله للخطر، ممكن ان يعرض الطرق للخطر، ممكن ان يعرض الاماكن العامه للخطر، الوسائل المواصلات العامه للخطر. فلا يوجد في الدنيا في اي دستور في العالم كلمه تسمى كلمه اعتصام، وانما كلمه تظاهر. تظاهر هو تعبير، لون من التعبير عن الراي وليس اعتصام. فيعني الحقيقه ما فيش حاجه اسمها اعتصام في الدنيا. تمام. طب دكتور نجيب برضه حضرتك اسمح لي انتهز فرصه وجود حضرتك معانا، وانت مشرفنا النهارده على الهواء معانا في قناه ميسات. ايه اخبار الكنائس اللي اتحرقت واتضربت وكان قالوا انهم هيبنوها؟ ايه الاخبار؟ في حاجه اتعملت ولا في ال 102 كنيسه؟ دلوقتي للاسف الشديد لم تشكل او لم نرى بادره من اعاده بناء كنيسه او يعني او ترميم كنيسه. هناك يعني وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب راح الاسبوع الماضي وزار بعض الكنائس، لكن لم نرى على ارض الواقع
يعني ان هناك لجنه تشكلت او كما قيل من الفريق اول السيسي يعني ان الاشغال العسكريه هتعيد بناء القناه اللي هدمت حتى الان للاسف الشديد. يعني والغريب في هذا الشان واللافت في هذا الشان ان كنيسه اعتقد في اسيوط او المنيا اليوم وهي مجرد اطلال وهي مجرد عمدان بعد ما ان هدمها الاخوان والارهابيين رفعت اليوم ترحل لافتات على هذه العمدان البسيطه او العيله للسقوط لافتات ترحب وتهني الاخوه المسلمين بعيد الاضحى. فانا اعتقد يعني هذه رساله الى المسؤولين تقول يعني حتى اذا كان حالنا هذا فنحن ايضا نهني اخوتنا المسلمين فتعالوا يا حكومة أو يا مسؤولين يعني أعيدوا البناء حتى نستطيع أن نصلي في تلك الكنائس التي هدمت وأحرقت. ده رغم ان هو دكتور عدى شهرين على موضوع رابعه، يعني رابعه كانت 14/8 النهارده بنتكلم في يوم 16/10 يعني عدى اكثر من شهرين على فض اعتصام رابعه ولم ترمم كنيسه واحده. حتى الان. تمام، شكرا جزيلا دكتور نجيب جبرائيل. ده كان موضوعنا الثالث النهارده هو موضوع قانون التظاهر. في الحقيقه اللي انا عايز اقوله يعني وزي ما الدكتور نجيب طبعا وضح لنا مفيش جرف عام، سيب المظاهر كده ماشي سداح مداح في الشارع. يعني انا في بريطانيا وهي دوله من الدول الرئيسيه في اوروبا وفي الاتحاد الاوروبي في اماكن معينه الناس بتظاهر فيها، في حاجه اسمها الهايد بارك جنينه كده معينه يروح زار يقف يرفع يافطه يتكلم يقول عايز يروح محدش يجي ناحيته. لكن النهارده حضرتك تكون رايح شغلك عربيه اسعاف ماشيه شايله مريض، واحد رايح امتحان، طالب رايح امتحان، رايح الجامعه، رايح مدرسه، يفاجئ الطريق كده مقطوع لاجل غير مسمى، الله اعلم الطريق ممكن يفتح امتى، كلام غير مقبول. في كل دول العالم ما شفناش حد بيرفع سلاح في مظاهره، النهارده احنا بنشوف الشماريخ والصواريخ وبنشوف حاجات غريبه واسلحه ناريه وبنشوف اعتداءات على منشات عامه وممتلكات خاصه، اشياء غير مقبوله. نحن ضد اي تعسف، ضد اي محاوله لسلب المواطنين حقهم في التظاهر، لكن المؤكد ان كل دول العالم عندها قوانين من هذا النوع، عندها قوانين. في الحقيقه انا اعتقد ان النقطه الوحيده اللي ممكن تلخص على هذا القانون، يمكن انا سئلت على احدى الفضائيات النهارده قلت له مساله الغرامه، ان هو القانون بيحط غرامه 300,000 جنيه وعقوبه السجن. اعتقد رقم 300,000 جنيه في بلد زي مصر، امبارح كنا بنراجع تقرير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيقول لك ان ربع المصريين فقراء وان الصعيد الفقر فيه يصل ل 50% واسيوط بقى 70% وشيء من هذا، يعني اللي احنا الواقع اللي احنا عايشين فيه. اعتقد ان رقم 300,000 جنيه غرامه ده رقم لا يتناسب حتى مع طبيعه دخول المصريين. يعني النهارده احنا مش بنتكلم في ناس بتاخد دخولها يعني ب 10,000 في الشهر، وربما هذه هي النقطه الوحيده ان الغرامه مغلظه بشكل اكثر من اللازم. لكن اعتقد ان القانون بيحدد مساحه، القانون بيطالب ان يكون في اختيار بالمظاهره، ان القانون بالعكس ده من ضمن الحاجات ان القانون بيقول ان الحد الاقصى لفض المظاهرات تستخدم الاهراوات، اقصى الاهراوات مفيش حاجه انك تضرب خراطيم ميه او تضرب قنابل غاز او تعمل، يعني في الحقيقه دي كلها مسائل مهمه جدا. انا اعتقد وان يكون في ممنوع الاقتراب من المنشات العامه والمنشات الشرطيه من 50 ل 100 متر. يعني انت النهارده عايز تظاهر رايح تضرب ليه على مبنى، رايح ليه تقتحم مبنى، رايح ليه تظهر قدام اسم شرطه، الظهر قدام وعبر عن رايك، لكن انت رايح تقترب منه وتحدف عليه طوب وتحدف عليه ازايز وتحدف عليه مولوتوف وتقول بيمنعوا حق التظاهر. اعتقد يعني ان المسائل يعني يجب ان يعني ان يعاد النظر فيها، يجب ان كل اللي بيعارضوا او بيتكلموا او بيقولوا دول يراجعوا يعني مواقفهم. وبعدين نعتبر ان قانون مؤقت، يعني سبحان الله ما في برلمان هيتعمل بعد 3-4 اشهر، يعني انا مش عارف ايه المشكله، ما هيجي برلمان جديد ويبقى يلغي القانون ده كله، يلغيه خالص ويعمل منظومه تشريعيه اخرى ويتحمل المسؤوليه امام الله وامام الشعب وامام التاريخ ان احنا النهارده لغينا هذا. انا بعتبر اننا في مرحله معينه، مرحله مؤقته، نحن في حاجه الى العلاج، انا بعتبر ده علاج، حضرتك بتاخد دواء، الدواء ده مش تقدر طول عمرك تاخده، دي حاجه استثنائيه. انا اعتبر ان هذا القانون، قانون تظاهر، هو علاج لمرحله مؤقته. شعب مصر اللي اسقط حسن مبارك في 18 يوم واسقط محمد مرسي في 3 ايام مش صعب عليه ان هو يسقط اي نظام واي حاكم واي حكومه في 3 ساعات، مش عايز اقول في 3 ايام، القضيه مش ما فيش فيها ادنى مشكله. اللي خايف ان القانون ده ممكن يسلب المصريين حقهم في التظاهر وممكن يعمل ممكن يسوي الكلام ده كله، هذه كلها مخاوف لا مبرر لها. انا داخل عندي 3 احداث مهمين جدا، 19 نوفمبر الذكرى السنيه لاحداث محمد محمود، 16 ديسمبر الذكرى السنويه لاحداث مجلس الوزراء وحركه المجمع العلمي، ثم 25 يناير 2014 الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير. هذه الاحداث المهمه متوقع ان يكون في حشود، في تدفق اسف شديد، في متظاهرين سلميين وابرياء لكن بينسف النص عناصر مسلحه بتضرب تفسد المظاهره. دعونا يعني نعمل، كفانا كلاما، كفانا التظاهر مش لاجل التظاهر، نحط جدول اعمال الحكومه ونتابع الحكومه ونراقب الحكومه ونديها فرصه معينه، ما حققتش الهدف بتاعها تقال الحكومه دي مساله يعني اعتقدش ان فيها اي مشكله يعني. طيب معانا مجموعه اخرى من الاخبار. في الحقيقه انا احب قبل ما ابتدي الاخبار دي كان في مقال مهم كاتبه نيافه الانبا ارميه الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، نيافه الانبا ارميه بيكتب مقال اسبوعي في صحيفه المصر اليوم بعنوان مصر الحلوة، يعني المقال عنوانه الثابت مصر الحلوة والعنوان هذا المقال عيد الأضحى. نيافة الأبرمية في الحقيقة مقال متميز ويعني بيرصد فيه
رؤيه بانوراما كده للاحتفال بعيد الاضحى حول العالم يعني. فبيقول نيافه الانباء الرمويه ان في ماليزيا تبدا مظاهر الاحتفال مع اعلان حامل الاختام الملكيه اللي هو قاضي القضاه حلول العيد. وفي المغرب يصر كثير من العائلات على احضار الكبش للمنزل في ليله عرفه معتقدين انه فال حسن للاسره، يعني بيحاولوا ان هم يجيبوه البيت عشان يفعلوا. طبعا نيافه الانباء بيتكلم عن اللي حصل في المغرب وبيحصل في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي السودان وفي السعودية وفي فلسطين وفي العراق. ويقول في العراق أن العيد هو المناسبة الوحيدة التي ينتظرها جميع الأسر لتفرح وتلتقي فيها، ويشارك في الأغلب البعض في أضحية واحدة ويأكلون حاجة اسمها الكليجة والمعمول. معمول ده أعتقد حاجة زي البسكوت كده بالعجوة بيسموه المعمول، يعني حتى مش هو المعمول، بأنواع حشوها المتعددة مع الشاي وبعض قطع الحلويات والحلقوم والمسقول. في الحقيقه انا هسال نفسي برضه ايه الحلقوم وايه المسقول، انا يعني اول مره اسمع عن حاجه اسمها الحلقوم والمسقول. وفي الكويت يعني بيتكلم برضه، وفي سوريا نشوف سوريا. في سوريا بيقول ان يتم تبادل الزيارات صباحا اذا المساء للراحه في المنزل ومشاهده التلفزيون والحديث. ومن اشهر الاكلات السوريه في العيد التسقيه اللي هي فته بالسمن والزيت وحاجه اسمها الشاكريه. أما مشروب الضيوف في العيد فهو دائما القهوة العربية المسمى القهوة المرة. وفي أمسيات العيد يتناولون الهيلاطية والمعمول. المعمول ده احنا قلنا عارفينه، معمول بالفستق ومع التمر، لكن ايه الهيلاطية دي؟ الحقيقة برضه هنبقى نحاول نعرف. وقبل يومين من قدوم العيد يحرصون على عمل الكحك بخلاف البلاد الأخرى التي تعمله في عيد الفطر فقط. يعني في الحقيقة في سوريا بيعملوا كحك في العيدين، احنا عارفين حتى احنا عندنا هنا في مصر كحك في عيد الفطر بس. عيد الأضحى معروف ان ده عيد اللي فيه اللحمة، ده من العيد اللي هو فيه ده من الناس بتحرص ان هي تذبح وبتاكل لحمة وبيوزعوا لحمة والكلام ده كله. في الحقيقة سوريا بتنفرد، ويمكن دي معلومة قيمة يمكن نيافة الأنباء الرمية بيعرضها في المقال بتاعه في المصري اليوم المنشور النهاردة في المصري اليوم، انهم بينفردوا ان الكحك والبسكوت يصنع في كلا العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، على خلاف كثير من الدول. وبكلم برضه عن اليمن وفي الأردن وفي سلطنة عمان. بيقول ان الاكل الاساسيه حاجه اسمها العرسيه، ودي تتكون من الارز الابيض ولحم الغنم والدجاج، ويستخدم الخل والزبيب والصبار وقطع صغيره من كبد الغنم مع البهارات. في اندونيسيا، اقول اندونيسيا عشان برضه انا زرت اندونيسيا، الحقيقه المطبخ الاندونيسي مطبخ صعب جدا. يعني احنا رحنا اندونيسيا قعدنا اسبوع هناك ما كناش طايقين ناكل اكلهم، بيرموا فيه كميات من السكريات وحاجات كده، حاجات ليها ريحه غريبه، وعندهم كده الفواكه الاستوائيه، حاجات التروبيكال الاستوائيه دي، يعني ما بدأناش بقى نتعود على اكلهم الا في اخر يوم احنا مروحين على مصر بقى بدانا ان احنا نستسيغ الاكل الاندونيسي. يعني بيقول يوزع رئيس الجمهورية الأضاحي على محدودي الدخل والفقراء. نيافة الأنباء الرمية بيتكلم عن إندونيسيا، بيقول إن رئيس الجمهورية يوزع الأضاحي على محدودي الدخل والفقراء دون مقابل. وفي الريف تجتمع العائلة في بيت الوالدين لتناول هذه اللحوم بعد العودة من صلاة العيد مباشرة. أما في العاصمة جاكرتا فيقتصر على تناول الغذاء في المطاعم. جاكرتا دي هي عاصمة اندونيسيا، هي موجودة في جزيرة جاوة. ايضا بيتكلم في تايلاند وباكستان والصين وماليزيا. ونيافة الانباء الرمية برضو بيرصد الموضوع برضو في مصر هنا، ان ياخذ العيد طابعا خاصة من البهجة، فتتحول شوارع مصر وميادينها الى ساحات لبيع الاضحيات وتزين فتصير صورتها مبهجة فترسم الفرحة على الوجوه. ويشهر المصريون بالرقاق كأكلة أساسية على مدار أيام العيد، ويباع مخبوزا في الأفران البلدية، ويتناول الجميع الإفطار من اللحم والفتة. وفي نهاية المقال نيافة الانباء الرمية بيختتم مقاله بيقول نطلب كل الخير والسعادة والاستقرار لمصر شعبا وجيشا وشرطة وقادة، حفظ الله مصر وصانها من كل شر، فالحديث عنها لا ينتهي. هذا هو مقال نيافة الانباء الرمية المشهور في المصري يوم النهاردة. والانباء الرمية بيكتب مقال يوم الحد، لكن هو المقال مشهور النهاردة بشكل استثنائي في عدد يوم الثلاث حتى يتواكب المناسبة بتاعته مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. ونتاز الفرصة أيضا ونقدم التحية مجددا لكل الشعب المصري العظيم بهذا العيد، وندعو الله أن يعيده بالخير والسعادة والصحة والبركة. معنا تليفون أبونا شودة. ألو أبونا شودة. ألو أيوة أهلا بيك أبونا. ألو أيوة أبونا أنا سمع كويس، تفضل. أهلا بيك. أهلا بيك، تفضل يا أبونا. ولا احنا نحب ان معلش بس وطي التلفزيون عندك وخليك معانا على السماعه بتاعه التليفون. معايا يا ابونا؟ ايوه كده معاك. تمام. استاذ ابونا كنت تكلمين عن فكره جديده جدا يمكن لاول مره في الشرق الاوسط تطرح هذه الفكره، وهي فكره الجامعه اللي استاذ كنت يعني طرحتها، الجامعه اللي هي الاونلاين. يعني يعني نتمنى ان استاذ تعرض لنا في البرنامج لمحه عن فكره الجامعه دي وايه ابونا شنوده جبره مطروح طبعا. اول حاجه احنا بنهني اخواتنا المسلمين بالعيد، نعم،
ويا ريت يعني يبقى عيد سعيد على مصر كلها ان شاء الله يا ابونا ضوايفها كده. هي فكره الجامعه ان غالبا كل دول العالم عندهم جامعات اونلاين. اونلاين اونلاين بس دي فكره جديده يا ابونا. احنا نعرف ان الجامعه الكترونيه يعني نعرف ان الجامعه عباره عن مبنى وكليات وقاعات وحاجات كده بالشكل احنا نعرفه يعني. وفي نوع ثاني من الجامعات اللي هو التعليم عن بعد اللي هو التعليم المفتوح، وفي نوع ثالث اللي هو جامعات الاونلاين تمام. او الجامعات الالكترونيه وكده تمام. احنا ما عندناش جامعه الكترونيه اهليه او خاصه او تهتم بشرايح كتير في المجتمع. أيوة. سواء عدم التقيد بالسن او سنه التخرج وكده تمام. فمجموعه من رجال الاعمال ومجموعه من الشخصيات العامه بدانا الفكره ان احنا نكون مجلس امناء ومؤسسين لعمل الجامعه دهية. والجامعه دي الهدف الاساسي هو خدمه المجتمع المصري، عشان كده احنا بنسميها حاليا جامعه المصريين لمصر او بمصر لكل المصريين. طب ابونا عايز اعرف الجامعه دي هتشتغل ازاي؟ من خلال الالكترونيات، من خلال الكمبيوتر. يعني كيف يعني من خلال الكمبيوتر وكده. يعني في النهايه كيف سيتم اداره العلاقه بين الاستاذ والطالب؟ يعني من خلال النت، من خلال الكمبيوتر، من خلال الالكترونيات. على فكره الافكار دي موجوده بره في العالم كله على فكره. طيب هل هتكون بمصاريف يا ابونا الجامعه دي؟ الجامعه دي هتبقى جامعه غير ربحيه عشان يبقى الكلام واضح. جامعه يا ابونا؟ غير ربحية. غير ربحية. غير ربحية. تمام. يعني هذه خدمة المجتمع من خلال التنمية البشرية، ودي حاجة كلنا محتاجينها. لكن في هيكون فيها مثلا مصاريف رمزية ولا هيكون فري خالص؟ نعم. هيكون في مصاريف رمزية ولا هيكون مجانا بشكل يعني مهم. أنا أديك مثلا التعليم المفتوح في الأربع سنين حوالي 16,000 جنيه، ممكن دول يكونوا في الأربع سنين ما يكملوش 4,000 جنيه. في الجامعة الجديدة. يعني ما كملوش 4,000 جنيه. تمام. يعني هي خدمية تخدم المجتمع، تخدم شرائح كبيرة في المجتمع ما كملتش، سواء للظروف المادية أو لأي ظروف خاصة، السن، الدراسة كده يعني. طيب بالنسبة يا ابونا بقى فكرة الامتحان نفسه، الاختبارات نفسها تتم ازاي؟ هو في مجموعات من الأساتذة حاليا في لجان دلوقتي بتشتغل، مجموعة للماليات، مجموعة للدراسات القانونية، لان احنا هنحاول نجيب ترخيص من التعليم العالي ونكمل بقى الاجراءات لغايه الاخر. تمام. طبعا فيها او تبقى هي برضو فيها من ضمن المؤسسين مجموعه من الشباب. ايوه. يعني مجموعه من الشباب اللي هم خلصوا بكالوريوسات بتقديرات جيد جدا وامتياز، ان يبقى هدفهم الاساسي يشتغلوا في الجامعه وكده. ايوه. ودي نقطه، يعني مجموعه من المؤسسين، مجموعه من الشباب دي مهمة قوي، مجموعة من الخبراء في التعليم، ليها مجلس أمناء، كل ده بيتكون دلوقتي وكل ده بيشتغل عشان نمشي الإجراءات الرسمية واحدة واحدة. والجامعة دي يا ابونا هيكون مقرها فين يا ابونا؟ مقرها الأساسي مطروح. مطروح؟ مطروح. ولا هيكون أونلاين برضه؟ أونلاين برضه، ما ليها مكان، ليها مقر. نعم. هيبقى في مكاتب اداريه وشؤون طلبه ويعني للحاجات ده هي. تمام يا ابونا. وهتدي طبعا شهادات بقى وهيكون معترف بيها شهادات دي. بص احنا هنمشي الطريق دلوقتي، هي مصريه جوه مصر. نعم. المفروض بتسهيلات من الادارات المصريه. ايوه. يعني مهم جدا يبقى التسهيل، خاصه ان الفكره دي تعتبر فكره جديده على مصر. اغلب الدول العربيه فيها الفكره ده هي، لكن مصر كجامعه خاصه او يعني اهليه. زي ايه ابونا مثلا؟ ايه الدول العربيه اللي فيها فكره الجامعه دي؟ نعم. يعني زي انهي دول مثلا فيها الجامعه دي هنا في المنطقه؟ السعوديه فيها الجامعه دي. فيها جامعه اونلاين السعوديه؟ فيها جامعه اونلاين، واغلب الدول فيها جامعه. ايوه يا ابونا. فكده يعني انا كنت متخيل ان احنا اول دوله هتعملها في المنطقه. يعني مصر اللي علمت الدنيا كلها، المفروض يبقى فيها جامعه. ايوه يا ابونا. ودي ليها فوائد كتير قوي، خاصه ان احنا من ضمن الشغل بتاعنا هيبقى خدمة المجتمع من خلال محو الأمية والمواهب والإبداع، الحاجتين دول مهمين جدا. يعني هيبقى مهم جدا لكل طالب يقدم إن يقوم بمحو أمية واحد كل سنة، خلال الأربع سنين هيكون محو أمية أربعة. طيب هل يا ابونا التسجيل في الجامعة دي هيشترط برضه مسألة المجموع؟
لا مش لمجموع ولا سنه التخرج، لكن يكون معاه مؤهل معين يأهله للالتحاق بالجامعه. يعني لا ما هي هو يعمل يعني يعمل ساين اب مثلا او يعمل يبقى له اكونت عندكم بحيث يقدر يتابعكم من خلاله يعني. ما احنا لسه بيعملوه بيشتغل بنشتغل. لا هو دلوقتي هيبقى في مرحله جامعه اللي هي الدبلومات او الثانويه العامه. ايوه. وبعد كده في مراحل الدراسات العليا سواء دبلوم او ماجستير او دكتوراه وكده. طيب برضه قبل ما ننسى عايز اعرف ايه طبيعه التخصصات اللي الجامعه هتدرسها؟ هل هتدرس طب وهندسه وصيدله والحاجات دي؟ يعني من ضمن ولا هتدرس العلوم اللي هي العلوم النظريه؟ علوم ما هي كلها نظريه لكن من خلال التنميه البشريه، يعني مثلا في كليه هتبقى للتنميه البشريه والدراسات المصريه دي هتخرج مدرسين يدرسوا التنميه البشريه، والعصر ده عصر التنميه البشريه. ايوه. في كلية مثلا للإعلام، في كليات للتجارة، كلية التجارة مثلا هتبقى كلية تجارة ومؤسسات وجودة وتدريب. لكن أقصد أقول الكليات العملية هيكون ليها وجود يا أبونا؟ ما أعتقدش في الوقت الحالي هيبقى أعتقد وجود هيبقى صعب كمان، لأن يعني في النهاية هي محتاجة يكون في تفاعل مباشر، الكليات العملية دي بالذات محتاجة أن يكون في يعني. لكن هو إحنا يعتبر رئيس فرع جامعة اسكندرية في مطروح متعاون معانا خالص. تمام. وبيتابع معانا، المحافظ هنا بيتابع معانا. يعني في امور كتير، ناس شخصيات عامه كتير قوي سواء في مصر او في مطروح، سواء من المسؤولين السابقين او حاليين، يعني في ناس كتير بتساعدها وكده. تمام كده يا ابونا، بالتوفيق يا ابونا ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ابونا. شكرا جزيلا. شكرا. لابونا القصه شنوده جبره من مطروح، كان معانا من مطروح. الحقيقه فكره يعني جيده، انا الحقيقه اول مره اسمع عنها، الجامعه الالكترونيه دي او الجامعه الاونلاين دي، لكن يعني هي فكره كويسه. انا كنت متخيل ان احنا اول دوله، كان ابونا بيقول ان السعوديه عملتها، يعني نتمنى طبعا يكون ده شكل من اشكال التعليم اللي هي يمكن ان تخاطب يعني نوعيه معينه من الناس باحتياجات معينه ليها ظروف معينه، قد يكون هذا النمط من التعليم يناسب شريحه معينه موجوده ما تقدرش ان هي تنتقل للجامعه سواء كانت جامعه مفتوحه او غيره. ففي كل الاحوال ده شيء يعني شيء جيد. معانا جماعه وقت نكمل اخبار ثانيه ولا خلاص كده؟ طيب هناخد بس ثلاث اخبار بالظبط معانا، بس المصري اليوم صفحه 3. في معانا الحقيقه اخبار مهمه، في مصادر بتقول ان الحكومه، مصر اليوم صفحه 3، الحكومه ابلغت صندوق النقد الدولي عدم حاجتها للقرض، القرض بتاع 4.8 مليار ده اللي اتفلقنا بيه ايام هشام قنديل وايام حكم، يعني كان نتخيل ان احنا من غيره كنا هنموت. يعني الحكومه ابلغت الصندوق ان هي مش محتاجه لهذا القرض بتاع صندوق النقد الدولي، واغلاق مفاوضات قرض الصندوق رسميا، وفي خطه اسمها خطه مارشال مصري لانعاش الاقتصاد. وايضا مصر، في مازلنا مع صفحه مصر اليوم، مصر تستأنف ضخ الغاز الطبيعي الى الاردن اللي هو كان تعرض الخط بتاعه للتفجير، وامريكا تسابق الزمن لتفادي هاويه الافلاس وخروج. في الحقيقه بقى اليوم السابع، في بقى خبر حلو هنا، ده نروح اليوم السابع. يا ريت يا جماعه لو معانا اليوم السابع صفحه 2، خبر خطير. انا الحقيقه انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في البلد. خبر بيقول خروج 186 مسجونا من سجن طرة بعفو رئاسي سرا لدواع امنيه. يعني احنا كنا بنتكلم لسه من يومين، وفي الجماعه بتوع الدستور كانوا جم هنا وعملنا اجتماعات وقلنا يا جماعه ان حق العفو المخول او المنوط لرئيس الجمهوريه لا يجب ان يستخدم هكذا كما راينا في عهد محمد مرسي، وان هذا العفو مقرون بحالات معينه ليها علاقه بالامن القومي او بالمصلحه الوطنيه او ما او شيء من هذا القبيل. 186 مسجون خرجوا من سجن طرة بقرار عفو رئاسي سرا لدواع امنيه. الحقيقه انا مش قادر افهم، هم بيقولوا ان هم خرجوهم سرا عشان ما يجوش انصار الاخوان يقولوا الله طب احنا قريب موجودين جوه السجن ويعملوا مظاهرات او شيء من هذا القبيل. اذا كان الخروج هذا بمناسبه عيد الاضحى، اعتقد ايه وجه السريه اللي فيه؟ معروف ان في مناسبات عيد الاضحى، عيد الفطر، 6 اكتوبر، ثوره يوليو، يعني مناسبات من هذا القبيل، وان بيكون مشروط في من يتم شمولهم بالعفو الرئاسي ان ما يكونش مسجون على ذمه قضيه نفس، ما يكونش على قضيه مخله بالشرف، قضيه يعني واحد مثلا عنده قضيه جنحه مش عارف ايه بتاع حاجه كده بالشكل ده، القضايا اللي هي ما فيش فيها عدوان على المال العام او عدوان على الانفس او فيها حقوق مترتبه لطرف الغير، ان الدوله بتطلع المسجون ده اهو ان الدوله بتتنازل عن حقها فيما يخصها. لكن اذا كان في طرف اخر، واحد قتل واحد اعتدى على حق واحد في الحياه وخد حكم بالسجن المؤبد، ده يفرق عنه ازاي ده؟ في الحقيقه انا عايز اعرف، يعني خبر غامض ومثير. انا لفت نظر الخبر ده، ويبدو ان احنا اللي بننام فيه بنقوم فيه، ولا يعني خلاص، يعني خلاص هو العفو الرئاسي بالشكل ده. انا كنت نفسي يكون في اليه معينه يا جماعه، يكون في لجنه مؤسسيه، لجنه من مجلس الوزراء مع برلمان مع الاجهزه السياديه، نقول ازاي نعفو عن المساجين، مين اللي يعفو عنه، اذا كان في صفقه انا مع دوله معينه بسيبه منطق سيبه ولا سيب، بسيب له حد هو يسيب لحد، ان انا بتعاون في اطار تعاون امني بشكل معين. لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الحقيقه خبر يعني انا لفت نظري، وخبر يعني لا يطمئن ولا يبعث ولا يبشر بالخير. في الحقيقة الوطن في الصفحة الثالثة
جريدة الوطن صفحة 3، السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، التقى بممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور لحل الخلافات. أعضاء لجنة الحريات يرفضون مادة التظاهر ومطالب بتضمين تعريف الكنائس في المسودة الأولية، يكون في تعريف الكنائس في المسودة الأولية. وأيضا الوطن بتقول أن حزب الوفد يتجه للتحالف، حزب الوفد يتجه للتحالف مع المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والحكومة تؤجل اقتراح البرعي بقانون جديد للمجتمع المدني لضيق الوقت. وخبر بيقول أن تم تخصيص 1 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكة الحديد إلكترونيا من المنحة الإماراتية. يا جماعة مش مسألة، مش مسألة مزلقانات، قبل المزلقة اعملوا صنفرة زي بتاع الراجل بتاع العامل بتاع الصنفرة زمان ويشد الحبل وينزل، هي قضية المزلقان دي، ده عبارة عن أنا بقى في المزلقان عشان القطر هو معدي ما يجيش أتوبيس القطر ياكله ولا يوقع القطر، الكلام ده كله قبل تطوير المزلقانات طوروا الجرارات، طوروا حالة القطر. ما ينفعش النهارده الواحد يخش القطر، انا حابب بقالي كتير ما ركبتش قطر من بعد من اللي حصل ده كله، يعني القطر ريحته منفره، ريحه انك تشعر انك انت قاعد في دوره ميه، المقطوره كلها بقت دوره ميه. طوروا الكلام ده كله، نضفوا دورات الميه، اعملوا ضوابط في القطوره، شوف الناس اللي بيتشعلقوا فوق القطر، الناس اللي بقى راكب في القطر يوم يجي كوبري طياره اللي بتشعلق، يعني انا حقيقة انا بحزن لما اشوف ناس متشعلق على الجرار، يعني 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 واحد متشعلط على الجرار، واحد متشعلط في المقطوره الاخيره خالص، انا بتعجب واحد عشان يهرب من تذكره، عشان يتهرب من دفع قيمه التذكره ثمنها 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه 20 جنيه حتى لو ثمنها ايا كان، يعني في النهايه حياته هل هي رخصت في عينيه؟ رخصت، هانت عليه نفسه وهانت عليه حياته ان هو بيعرض حياته للخطر ومتشعلق ماسك في جرار او متشعلق في المقطوره من ورا او واقف بين مقطورتين، تلاقي مقطوره كده مقطوره كده وهو واقف كده حاطط رجله كده على حاجز في حديد في النص كده ومتشعلق بين مقطورتين، مؤكد ان ممكن لو حصل اي شيء خارج الحسابات ده الراجل ده هيتفرم. وبعدين احنا بنتكلم في حديد، ما احناش بنتكلم في عربيه ولا بتاع، ده قطر لو وقع على البتاع ده هو هيبقى كفته، هيبقى لحمه مفرومه، هيبقى ملوش حل تاني. فانا بتعجب يعني، شوفوا يا جماعه الفئات دي، شوفوا المليار دي جنيه دي طوروا بيها القطوره، طوروا بيها الحاله في سكه الحديد، امنعوا التدخين من القطارات. النهارده تلاقي كده ريحه القطر كوكتيل كده بين دوره ميه وتدخين، شوف بقى تخيلوا دوره ميه مع انا اسف يعني ريحتها يعني قميئه مع واحد سجاير ماليه معبقه الجو بتاع القطر، حاجه كده يعني ما لا تطاق. يعني ان انا بطور مزلقانات مش مزلقانات يعني مش يعني ايا كان كويس اهو في النهايه مصلحه، اللي يجي مصلحه يعني. طيب اخر خبر نختتم بيه جولتنا النهارده الاهرام، والاهرام بتنشر خبر بيقول ان المنتخب في القاهره اليوم بعد ما وقعت كومه استمع الاهرام، اعتبرنا كل الجرايد طبعا طبعا الاولى لم طبعا كل الجرايد ما نشرتش نتائج المباراه. فانا كان ليا تعليق كنت عايز اقوله للدكتور نجيب جبرائيل، للاسف الشديد احنا بنفسد عايز اقول الاداء الرياضي في مصر من حيث النادي، هذا الحماس الغير العادي غير يا جماعه دي ده ماتش كوره في كاسب وفي خاسر والقضيه كلها ده كله لعب في لعب، يعني النهارده بنرفع الموقعه المصيريه مش عارف الملحمه ملحمه وموقعه ومصيريه، وبنرفع طموحات الناس وبنرفع سقف الطموحات وبنرفع سقف التوقعات وبطريقه النهارده وكانه لا مجال غير ان احنا لازم نروح نكسب. يعني ازاي يعني؟ يعني انا يعني سوبرمان يعني مثلا المنتخب بتاعنا ده يعني ما هو بني ادمين عاديين يعني في النهايه بيلعبوا يعني. طب وبعدين اللي بيقول لك عايزين يقدموا بلاغات في النيابه العامه وكلام كله ضد المنتخب واداره الملعب، طب ولو كان المنتخب عمل اداء حتى اقول متعادل 3-3 مش هنتكلم في 6-1 ولا 6-2 ولا الكلام ده كله، يعني كنا يعني ما ينفعش يعني في النهايه احنا يجب ان احنا نتعامل مع الكوره بشيء من العقلانيه، شيء من العقل، قليل من العاطفه، لان دي كلها اشياء بتؤدي الى يعني خلق احتقانات في المجتمع هو لا يحتمل هذه الاحتقانات، خلق بؤر يعني توتر ما لهاش اي معنى. النهارده انت النهارده الناس بتتشد واعصابها وكده الا اذا كان ده له هدف معين، ان احنا مطلوب هو احنا كنا كام النهارده يا جماعه؟ 6-1 ده المخرج بيقول 6-1 ده انا طب المخرج بيقول طب انا بقى هكشف كلام المخرج، المخرج بيقول لي كرامتنا راحت، انا ما يا جماعه ليه كرامتنا راحت؟ انا عايز اعرف يعني في ده لعب في لعب، ده كوره في كوره يا جماعه، يعني سبحان الله هي حرب اكتوبر مثلا يعني المخرج ما دخلناش من يا سيدي من سنه 80 من سنه 70 ما دخلناش كاس العالم، ما القضيه يعني ايه المشكله؟ هو انا كنت رايح في معركه تحرير سينا مثلا في كاس العالم ولا حرب اكتوبر ولا الهرم الرابع مشروع متر الانفاق؟ يعني في الحقيقه يعني انا اتمنى ان احنا نعمل حلقه خاصه واجيب زمايلي الاستاذ مرقص والاستاذ سامر، هم بيكلموني وزعلانين مني جدا دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم، لان حاسين ان انا يعني الموضوع بالنسبه لي انا يعني كول خالص في المساله دي، وهم يعني كانوا موجودين النهارده وانا داخل اسلم عليهم مساء الخير ما حدش بيرد عليا، قلت لهم اكيد مش هتردوا عليا ما انتوا كلكم قاعدين بتتفرجوا على الماتش يعني. على اي الاحوال ده كان اخر ما اختتم بجولتنا النهارده، غدا تلتقون مع جوله جديده وصحافه جديده، وشكرا متابعه.